من يشاهد فينا على قناة تناصح الفضائية، حلقة جديدة من المسابقة المدرسية وأجواء تنافسية جديدة مع مدرستين اليوم راح يكونوا معنا، مدرسة خديجة الكبرى ومدرسة 17 فبراير. رحبوا بحضورنا ورحبوا بلجنة التحكيم اليوم، ونذكركم طبعا هذه المسابقة بالتعاون مع مراقب التعليم تجرى بإشراف مكتب النشاط المدرسي وكذلك مكتب تفتيش تربوي طرابلس. نشكر كل الناس الموجودة معنا اليوم والداعمة لهذه المسابقة بشكل كبير. رحبوا بلجنة التحكيم اليوم، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. نعم، كان في أستاذ حسام أي تعليمات أي نصائح حاب توجهها لطلبة المدارس اليوم؟ تفضل. بارك الله. نشكر الجميع على الجهود المبذولة. هذه المسابقة هي للعملية التعليمية وحياة للنشاط، وهي في خاصة هي في العطلة، وطبعا هي مثال على المثابرة والاجتهاد والتنافس الشريف والجهد المبذول من إدارات المدارس وطلابهم. نثني على الطلاب وهم مقبلين على الدراسة والاستعداد للامتحانات ومراجعة معلوماتهم، الانتباه إلى التوقيت المحدد اللي هو 5 دقائق، التركيز في الإجابة والتشاور أيضا التزام بالتوقيت والهدوء والاستعداد للإجابة الشفوية، ثم تقديم الإجابة التحريرية، فالنظام أساس للدراسة وخاصة المسابقات المنهجية. مشكورين على هذا الجهد. نعم، بارك الله فيك أستاذ حسام. تعرفوا على طلبة مدرسة خديجة الكبرى، أهلا وسهلا بكم. نبدأ بأول طالبة. أبرار مصطفى عمر. لجين صلاح القائد. سليمة سعد عرقيبي. ألا زكريا الشريف. مسار علي الشريف. مستعدين كويس للمسابقة، واستفدتوا أكيد من التجربة اللي قبلكم، كيف كانت طبيعة الأسئلة، شروط المسابقة أيضا أعتقد خدتوا فكرة كويسة. نشروا للمدرسة اللي بعدها 17 فبراير، أهلا بالشباب. معتصم بالله الطروش. زيدان صالح بن عثمان. صلاح جمع العبان. المندر محمد طريش. أنور عبد الحميد النعاس. من القائد فيكم؟ معتصم بالله الطروش. مستعدين كويس ان شاء الله، في هيك حماس وفي تركيز ان شاء الله. وخذتوا نفس الشيء يعني تجربه من اللي قبلكم باذن الله، ان شاء الله موفقين جميعا. طبعا المواد اليوم اللي راح نبدا بها، راح نبدا بالتربيه الاسلاميه والكيمياء وكذلك تقنيه المعلومات وايضا الرياضيات والانجليزي، ونبدا باول ماده كالمعتاد وهي مادة التربية الإسلامية. تفضل لجنة التحكيم في أول سؤال لمدرسة خديجة الكبرى. طبعا نبدأ بالسؤال اللي هو السؤال 16. السؤال 16 يقول: بما يثبت الصوم برؤية الهلال؟ نعرف إحنا يثبت الصوم بشيئين، رؤية الهلال أو إتمام شهر شعبان. نحتاج إلى تفصيل كيف تكون إثبات الصوم برؤية الهلال والشروط المتوفرة في ذلك. يبدأ التوقيت. طبعا الإجابة شفوية منظمة، تنظيم الإجابة له تقدير في الدرجة، إجابة مختصرة ومحددة. يقدر الطالب أن يقدم للإجابة ثم يوضح لإجابة هذا السؤال. المايك لو سمحتي طالبة. إذا لم تكن السماء ما يعيق رؤية الهلال. أعيدي الإجابة تفضلي. يثبت الصوم برؤية الهلال. إذا كانت السماء لا يوجد بها ما يمنع رؤية الهلال، ذلك عن طريق شهادة عادلين أو جماعة مستفيضة. شهادة جماعة مستفيضة بالبداية. عن طريق شهادة عادلين. عدلين يعني. عدلين نعم. أو بجماعة مستفيضة، وهي الجامعة التي يدل يقينها على صدق خبرها أو على الكذب.
ثانيا قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فاذا غم عليكم اكملوا شعبان 30 ليله. اذا رؤيه الهلال تتوفر عن طريق اذا رؤية كانت الهلال السماء صافيه، فاذا لم تكن صافيه عن طريق شهاده عادلين. واذا ثبت بماذا؟ واذا كان هناك امكانيه لرؤيه الهلال تكون بشهاده عدلين شخصين، يعني مش معروفين بالعدل والامانه والثقه، او بجماعه مستفيضه. وما هي الجماعه المستفيضه؟ هي التي يدل يقينها على الكذب وخبرها على الصدق. يدل جماعه خبرها على الكذب ويقينها على الصدق. العدد الجماعه، هل يتوفر فيها العدد؟ جماعة المستفيضة كم عددها؟ رجلان. كويس، ممتازة، أحسنتي، شكرا. ننتقل مع مدرسة 17 فبراير وعن نفس المادة، مادة التربية الإسلامية، تفضل لجنة التحكيم. بارك الله فيك. مدرسة 17 فبراير، السؤال السادس. السؤال السادس يقول: أذكر أقسام الصوم مرتبة مع توضيح القسم الأول. بدأ التوقيت زي ما قلنا يا الطلاب، يعني هو نقص التوتر، والموضوع يعني ما يستاهلش يكون عندكم مريحية وهدوء. أذكر أقسام الصوم مرتبة مع توضيح القسم الأول. طبعا هذه موضوع مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة بقسميها العلمي والأدبي، العبادات، موضوع الصوم. كان الأسئلة سؤالان في موضوع الصوم للمدرستين. مرت دقيقتان ونصف. زيدان بن عثمان. تفضل تفضل لإلقاء الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن. أقسام الصوم المرتبة: صوم الواجب، المندوب، المكروه، المحرم. صوم الواجب ينقسم إلى صوم رمضان أداء وقضاء، ب صوم النفل وهو إتمام حرمة النفل بعد الشروع فيه، إتمام صوم النفل بعد الشروع فيه وكذلك القضاء. جيم صوم النذر، دال صوم الكفارة. صوم النذر وصوم الكفارة، إذا هذه أقسام الصوم، وبينت اللي هو النوع الأول اللي هو الصوم الواجب، صوم شهر رمضان، وإتمام أداء وقضاء. يا ريت تعاود الإجابة من طالب وعاد المايك بس باش يكون واضح. أقسام الصوم: صوم الواجب، صوم المندوب، صوم المكروه، صوم المحرم. صوم الواجب ينقسم إلى: ألف صوم رمضان أداء وقضاء، باء صوم النفل إتمام وهو إتمام حرمة وهو إتمام صوم النفل بعد الشروع فيه. ما المقصود بالنفل؟ أكمل أكمل. الصوم الزايد أو ما شابه هذا، يعني ليس بالواجب وإنما التطوع، فإكماله واجب أو مندوب؟ لا واجب. واجب، أحسنت، بارك الله فيك على هذه الإجابة. تمام. نبدأ بمدرسة 17 فبراير بأول سؤال عن مادة الكيمياء، تفضل استاذ. ماشي، بسم الله. مجموعة ألف 17 فبراير ولا؟ سؤال ألف 17 فبراير. سؤال ألف. تبع معي. السؤال الأول: عنصر بالدورة الخامسة المجموعة السادسة، ما عدده الدري؟ عنصر بالدورة الخامسة المجموعة السادسة
ما عدده الدري؟ سؤال ثاني، أي الخامات التالية أقل ثباتاً؟ انتبهوا يا شباب لو سمحت. أي الخامات التالية أقل ثباتاً؟ عندك خام السينابار أم خام الدولومايت؟ نطلب من الطلاب حسن استماع السؤال وثم التدوين، تدوين الملاحظات في ورقة ثم التشاور. طبعا الحوار في جدية وهذا دليل على بذل الجهد للطلاب ودراستهم المواظبة والمواظبة على الدراسة. الوقت المتبقي دقيقة. طبعا في تنافس بين المدرستين وفي في تقارب في المستوى، طبعا هذا في تقارب في المستوى وهذا شيء نفتخر به. طبعا إذا كنتم جاهزين دقيقة واحدة متبقية، والوقت طبعا من حقكم خمس دقائق كاملة. بعد التشاور. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بالنسبة للعدد الذري وهو 52، والسؤال الثاني أي الخامات التالية أقل ثباتا وهو السينابار. السؤال الأول العدد الذري متاع 52. ممكن تقولي التوزيع بسرعة؟ 1 2 2 B 3 S 3 B 4 S 3 D 4 B 5 S 4 D 5 B. 5 B كم؟ 4. تمام. الثاني سؤال ثاني. سينابار خامة لشني؟ لأي عنصر؟ زئبق. والدولومايت؟ دولومايت ألومنيوم، لا مغنيسيوم. بعلاش اخترت السينابار؟ لأنه يقع في أسفل السلسلة، أسفل سلسلة التفاعل. ممتاز، مشكور. مشكورين يا طلاب. في ملاحظة، دائما احنا قلنا التشاور ثم للإجابة النموذجية النهائية باش ما يصيرش فيه ملاحظات، تقدموا الإجابة بعد التشاور نهائي. مشكورين على هذا الجهد والتفوق. بارك الله فيكم. مادة 17 فبراير ننتقلوا مع نفس المادة، مادة الكيمياء، ومع مادة خديجة الكبرى. بسم الله. مجموعة باء، تابع معي. السؤال الأول، أي السبائك الآتية لها درجة انصهار أعلى من درجة انصهار مكوناتها؟ عندك سبيكتين، السبيكة الأولى تتكون من 30% SN و 70% PP، السبيكة الثانية تتكون من 70% SN و 30% PP. السؤال الثاني، عدد الإلكترونات بالمستوى الرئيسي Q هو؟ السؤال الثالث، لا تكون اطلاقا غاز الهيدروجين مع الاحماض، يعني لما تفاعل مع الاحماض ما تعطينيش هيدروجين اطلاقا، شن هي؟ اكتب معادله، السؤال اللي بعده، اكتب معادله الحصول على عامل مختزل لخام الحديد بالفرن العالي. نبي المعادله موزونه طبعا.
عند الإجابة دائما يجاوب الطالب بدون يعني يحاول أن يبعد عنا التوتر، وما يخفيش مرات الطالب عند المعلومة ما يخفيهاش، يكون واثق من إجابته ويكون متشجع ويلقي الإجابة، يكون شجاع. هذه الشجاعة أنك أنت تلقي الإجابة وجها إلى وجه. وأحيانا كم تبقي من الوقت؟ الوقت دقيقتان أو أقل قليلا. بسم الله. أول حاجة اللي هي سبكة اللحام، اللي هي عبارة عن إن إس إن 30% وعبارة عن رصاص 70%، عدد الإلكترونات بالمستوى الرئيسي كيو. لحظة لو سمحتي، بشوية بشوية علي. الإس إن شن هي؟ اللي هي قصدير، عنصر قصدير بقى 30%، والرصاص اللي هو 70%. علاش اخترت اللحام؟ لأن سبكة اللحام بنستخدمها حتى في لحام الوحدات، السبكة بنلحم بها الفلزات. بقريت السؤال كويس. أنت اللي بنلحم بها عادة نبيها يعني بسرعة تدوب ولا نبيها تستنى؟ نبيها بسرعة تدير، لها درجة انصهار. ايه تمام. اللي بعدها؟ عدد الإلكترونات بالمستوى الرئيسي كيو هو عبارة عن بناخد إن تربيع في 2، اللي هي عبارة عن 7 تربيع في 2 اللي هي 98. تمام. لا تكون إطلاقا غازات الهيدروجين مع الأحماض، هي اللافلزات. تمام. أكتب معادلة الحصول على العامل المختزل لخام الحديد بالفرن العالي، هي عبارة شوية بنرجع السؤال الأول. تمام عادي ولا لا؟ والله ما نعرفش على لجنة التحكيم، ما نعرفش صراحة. يمكن قصدك بتراجعي فيها؟ راح تكون أخف صادقة. بنحل السؤال الرابع بنولي للسؤال الأول. أكتب معادلة الحصول على العامل المختزل، اللي هي أول حاجة بناخد الكربون بيصعد لثاني أكسيد الكربون للأكسجين، بنتحصل على ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بيزيد يركب، بيتحصل على المزيد من فحم الكوك، بنتحصل على أول أكسيد الكربون هو العامل المختزل. تمام. هي 3SO. علاش 3CO؟ المعادلة اقريها لي كلها المعادلة ترى. أول حاجة بناخد CO2. تمام. عبارة عن ثاني أكسيد الكربون. تمام. زائد المزيد من الكربون، بنتحصل على 3CO. علاش 3CO؟ لأن بعدين مش بتوزن المعادلة. كم كربون يا ماما عندك؟ عندك CO2 زائد C. بنتحصل على 2CO، لكن بعدين لما بنستخدمها لما بنستخلص الحديد. لا خلاص، احنا المطلوب هنا الحصول على العامل المختزل. قلت بترجع للسؤال الاول اعطوكم اللجنة فرصة. بما ان قلنا لها درجات انصهار اعلى من درجه انصهار مكوناتها، اللي هي درجه سبكة اللحام هي اقل من مكوناتها، احنا هذا تسرعنا فيه، لكن هي البيوتر اللي هي سبكة ثانية. مشكور على الاجابه. طبعا انتهى الزمن. سؤال تصويب أو الخطأ مع التصويب الخطأ إن وجد. السؤال الرابع، رخصة المستخدم الواحد هي ترخيص باستخدام التطبيق البرمجي على عدة حواسيب في الشركة. هي الإجابة خطأ. رخصة متعددة الاستخدام هي ترخيص باستخدام التطبيق البرمجي على عدة حواسيب في الشركة. أما اللي هي رخصة المستخدم الواحد هي ترخيص الاستخدام للتطبيق البرمجي على حاسوب واحد فقط. أعطيني مثال من برمجيات زي شني مثلا؟ الشركات متعددة الاستخدام. البرمجيات زي شني؟ التجارية. البرمجيات اللي هي احنا قلنا ترخيص ولا تكلم عن ترخيص يا اما لجهاز او مجموعه اجهزه. تمام.
الترخيص هذا شنو في حد ذاته الترخيص شنو هو؟ يتكلم عليه المقصود به. رخصة للاستخدام تمنح للمستخدم. زي أعطيني مثال. زي مثلا؟ التوقيع الإلكتروني عليها. لا. زي التطبيقات البرمجية ضروري. زي شنو؟ أعطيني مثال مثلا. برنامج يعني. إيه زي شنو مثلا؟ لان عندكم هنا في المنهج بعض الامثله على التراخيص المستخدم او مجموعه مستخدمين. زي شنو مثلا؟ تقول لي مثلا زي كذا كذا هذا لعده مستخدمين او لمستخدم. اعطيني مثال. الزمن يا طالبات. مراعاة التوقيت جدا. توقيت، مراعاة التوقيت. طبعا لو انتهى الوقت، ما زال دقيقة، لو انتهى الوقت مش حناخذ إجابة. إجابة يا طالبة لو عندك قبل ما ينتهى الوقت. كم تبقي على الوقت؟ تفضلي بالإجابة الآن، الإجابة النهائية يا طالبة. عفوا نستأذن من الأستاذ طبعا حتى من ناحية تنظيمية. هي طالبة الإجابة. الإجابة الآن. اللي هو زي برنامج الفوتوشوب يستخدموا فيه، اللي هو مرات في الشركات لعدة مستخدمين. أما مثلا زي برامج الألعاب أو شيء يعني يمنح للشركة واحدة لمستخدم واحد فقط. الفوتوشوب لمستخدم واحد هو، ما فيش لأكثر من يوزر. لكن البرامج بتاع زي كاسبر سكاي الانتي فايروس هذه لي يوزر أو مجموعة يوزر. هذا الانتي فايروس هو اللي يأخذ فيه للشركة أو مستخدم واحد. السؤال نعم الآن السؤال الثاني. نعم فيه النقاش في السؤال يكون بعد الحلقة. انتهت الأسئلة أستاذ. مشكور، شكرا للأستاذ، شكرا للطالبات. توقف قليلا لجنة التحكيم وضيوف الكرام، أيضا طالبات مدرسة خديجة الكبرى وطلاب مدرسة 17 فبراير. نخرج لفاصل، من بعد الفاصل نرجع مع مادة تقنية المعلومات وسؤال لمدرسة 17 فبراير، ونرجع كذلك مع باقي المواد الأخرى. عندنا مادة الرياضيات وكذلك مادة اللغة الإنجليزية. فاصل ونعود بإذن الله. عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتوي. اسلمي طول المدى، إننا نحن الفيا. ليبيا 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 ليبيا. ليبيا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكيد رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. أجواء المسابقة من جديد مع مدرسة 17 فبراير. خديتوا راحة والوقت لاباس بها صح؟ المفروض يعني تكونوا تو مادة تقنية معلومات تاخذوش فيها حتى دقيقتين، المفترض هيك تكون. شوفوا سؤال مع الأستاذ في مادة التقنية، تفضل أستاذ. السؤال الخامس، سؤال الصواب أو الخطأ مع التعليل أو التصويب، يعني في حالة أنه صح تبي تقول لي ليش، أو في حالة أنه خطأ تعطيني التعليل في كلتا الحالتين. السؤال يقول: يستطيع الجدار الناري الكشف عن المواقع التي تحوي مصطلحات تزدري الأديان والمعتقدات، صح أم خطأ مع التعليل؟ بدأ التوقيت. طبعا نبه لأن حتى الإجابة زمنها محدد مع السؤال 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجواب هو خطأ، والتعليل هو مصطلح برمجي يطلق على مجموعة من البرمجيات والأجهزة التي تمثل الحد الفاصل بين شبكة المعلومات وشبكات أخرى. شكرا. الآن انتهينا من مادة تقنية المعلومات لمدرسة خديجة الكبرى وأيضا مدرسة 17 فبراير. ننتقل إلى مادة أخرى ومع مادة الرياضيات. سؤال من قبل لجنة التحكيم، يتفضل الأستاذ. إلى سؤال إلى مدرسة 17 فبراير. السابع تمام. السؤال السابع. تفضلي. مدرسة خديجة الكبرى، تفضلي خذي السؤال. ما تفتح السؤال. تفتحش السؤال يا طالب. تمام. عندما يجهز يفتح السؤال. مدرسة 17 فبراير. السؤال. أوجد حل المعادلة المثلثية الآتية: 4 جتا صاد يساوي قتا صاد، حيث صاد محصورة من الصفر حتى 360 درجة بدون استخدام الآلة الحاسبة. طبعا زي ما قلنا طريقة الإجابة شفويا ثم تقديمها مكتوبة مراعاة للتقييم الجيد والتقييم اللي بإذن الله إن شاء الله تكونوا موفقين طبعا في التقييم. أوشك توقيت على الانتهاء. مع سماع الجرس ينتهي الوقت. عشرون ثانية. تفضل بالإجابة. تفضل. انتهى الوقت. تفضل بالإجابة. صوت عالي وواضح.
قولها شفوي. أنا أجب شفويا. شفوي. خليها عند. مش مشكلة. خذ الورقة وأجب. الضوابط يا طلاب، الضوابط إلقاء الإجابة شفويا ثم تقديمها تحرير على شكل كتابة. نحول قطع بعكس إشارة داخل تولي 4 جتا صاد ناقص قطع صاد تساوي 0. تساوي كم؟ تساوي 0. 4 جتا صاد تساوي 4 جتا صاد ناقص قطع صاد تساوي 0. القطع نحولها لواحد على جا، القطع نحولها لواحد على جا صاد. أربعة جتا صاد حول قطع على واحد على يا طالب لو سمحت جرب يا طالب بصوت عالي. الأربعة جتا صاد هو غير قرب المايك قطع صاد تتحول إلى واحد على جا واحد على جا صاد باي تمام تستمر. أربعة جتا صاد ناقص واحد على تساوي واحد على جا صاد واحد مقامات على جا صاد تولي أربعة جتا صاد ناقص واحد على جا صاد تساوي صفر. نضرب الطرفين في وسطين بعدين تولي 4 جتا صاد جا صاد ناقص 1 تساوي 0. تمشي الواحد بعكس الإشارة تولي 4 جتا صاد جا صاد تساوي ربع. نقسمها عليه 4 نتخلص من الأربع. باستمر. تولي جتا صاد جا صاد تساوي ربع. قيم صاد كم طلعت عندك؟ النهاية؟ لهنا طلعت. قلنا قيم صاد من مجالها يعني من 0 درجة إلى 360 درجة، كم الدرجات اللي حطنا؟ ولا ما كملتش؟ لا ما كملناهاش. بعطيني ورقة الإجابة. انتهى الوقت وانتهت الإجابة. تمام. تقديمها تحريريا. شكرا للأستاذ الفاضل وشكرا للطلاب. شكرا لطلبة مدرسة 17 فبراير. السؤال لمدرسة خديجة الكبرى في مادة الرياضيات. أوجد المشتقة الأولى دال صاد على دال سين لكل من الفقرة الأولى ألف جذر سين الجذر التربيعي لسين ناقص الجذر التربيعي لصاد يساوي واحد الفقرة باء واحد على سين ناقص واحد على صاد يساوي واحد. نريد إيجاد دال صاد على دال سين. فضل طالب الإجابة. أولاً أن جذر س ناقص جذر ص تساوي واحد. تفاضل الجذر هو تفاضل ما بداخل الجذر على 2 في الجذر نفسه. جذر س هي تعتبر واحد على 2 جذر س ناقص جذر ص واحد على 2 جذر ص ضرب دال ص على دال س وتفاضل أي عدد صفر معناه تساوي صفر. تمام. أولاً نحول بعكس الإشارة أن واحد على 2 جذر صاد ضرب ضال صاد على دال سين هي كانت سالبة تتحول بعكس الإشارة بالموجب تبدأ واحد على 2 جذر سين تساوي واحد على 2 جذر صاد ضرب دال صاد على دال سين. لنتخلص من معامل دال صاد على دال سين نضرب الطرفين في 2 جذر صاد تصبح دال صاد على دال سين تساوي 2 جذر صاد على 2 جذر سين. 2
تمشي مع 2 وجذر صاد على جذر سين معناها دال صاد على دال سين تساوي جذر صاد على سين. تمام، الإجابة صحيحة الأولى. الفقرة الثانية، الفقرة الثانية هي 1 على سين ناقص 1 على صاد تساوي 1. يحول أن سين في المقام بأس سالب تصبح سين أس سالب 1 ناقص صاد أس سالب 1 تساوي 1. نفاضل تصبح سالب سين أس سالب 2 زائد صاد أس سالب 2 ضرب دال صاد على دال سين تفاضل العدد يساوي 0. نحول سالب سين أس سالب 2 تصبح 1 سالب 1 على سين تربيع تحول بعكس الإشارة تصبح 1 على صاد تربيع ضرب دال صاد على دال سين تساوي 1 على سين تربيع. نتخلص من الصاد تربيع وهو معامل دال صاد على دال سين تصبح دال صاد على دال سين تساوي صاد تربيع على سين تربيع أو تساوي صاد على سين الكل تربيع. تمام، الإجابة صحيحة. السؤال الثاني 17 فبراير. السؤال الخامس لخديجة الكبرى. I'm gonna read it for you. Okay, the question says, what is the meaning of the word psychologist? So if you could give me the definition, please. Is it clear? They only listen. لو سمحت تركزوا في السؤال في السؤال. Are you listening to me? That's okay. Okay, go on. Okay, have you finished? Yes. Okay, go on. Is someone who studied how the human mind work? Could you repeat the same question, the same answer again, please? Is someone who studied how the human mind work? Okay, thanks a lot. Thank you. This is nice. الآن مع آخر سؤال في آخر مادة، مادة اللغة الإنجليزية لمادة 17 فبراير. Okay, you are having question number 2, aren't you? And the question says, write a sentence with a similar meaning and different structure. The word is, the ice is so thick that you can drive on it. The ice is thick enough to drive on it. Could you repeat the same answer again, please? The ice is thick enough to drive on it. Thanks a lot. Thank you. هذه طبعاً كانت آخر المواد معنا بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية. الآن ننتظر النتائج النهائية وكالعادة مع لجنة التحكيم نشوفوا من الفائز معنا اليوم، هل مدرسة خديجة الكبرى أو مدرسة 17 فبراير؟ توقعاتكم، هل من الفائزين ولا؟ قبلكم حلقة اللي فاتت كان في نفس المكان، كانت في مدرسة وهي اللي فازت. ما أعرفش الموضوع هل مرتبط بالمكان ولا لا. شو توقعاتكم؟ الله لا مش ضروري مرتبط بالمكان. نعم؟ مش ضروري يرتبط بالمكان. ايش شنو يرتبط؟ عموما يعني عندي لك ملاحظة، لما يكون في سؤال لمدرسة خديجة الكبرى تبدأ تكتب، ما أعرفش تكتب تحل في السؤال ليهم أو ما أعرفش. كويس، احسن، جميل. ناخذ كلمه اخيره من طالبات مدرسه خديجه الكبرى. انطباعاتكم على الاسئله كيف كانت؟ هل الوقت كان مساعدكم او لا؟ توقعاتكم بالفوز، هل من ضمن الفائزين ولا لا؟ ان شاء الله. كيف كانت الاسئله؟ بقى معقوله. شنو الاكثر ممكن الماده اللي تعثرتوا فيها او حسيتوا ما اعطيتوش الاجابه الكافيه؟ يمكن الكيمياء لان الاسئله كانت 4 ف يعني والوقت 5 دقائق ما سدش.
لا انا مش ما صدش بس احنا استرا يعني هل بقى تلخبطنا في السؤال وتسرعنا فيه. فالافكار دخلت في بعضها واعطيته الاجابه غلط او اعطيته نص الاجابه انت. ان شاء الله موفقين باذن الله لطالبات مدرسه خديجه الكبرى وايضا لطلاب مدرسه 17 فبراير. كان حابين تقولوا كلمه للاساتذه الموجودين معاكم من مدرستكم اللي حاولوا يدعموا فيكم بقدر الامكان. الشكر والتقدير للجنه التحكيم وكل من ساندنا للوصول لهذه المسابقه. نشكر أعضاء التدريس في مدرسة 17 فبراير، نشكر أستاذ ومدير مدرسة 17 فبراير معمر العباني. وما التوفيق إلا من عند الله. إن شاء الله يا رب، حاطين تعطوا كلمة أخيرة لمدرسينكم. أكيد شكرا لثقتي المعلمين اللي إحنا أعطانا الخمسة إحنا أكثر من الطلبة الآخرين، أيضا إن شاء الله تكون سعيدة بس المديرة مع أننا شوشناها في البداية. هي ممكن متوتر أكثر منكم. لكن لا إن شاء الله تو اطمئن يا بكلمتي أنا. إن شاء الله ننتظر النتائج النهائية. بسم الله. بالنسبة لمادة التربية الإسلامية مدرسة خديجة الكبرى 19 من 20 ومدرسة 17 فبراير 19 من 20. وهذه حتنقص درجتين، النتيجة ما تغيرتش نهائيا، مجرد انعكاس الدرجة. اللغة الإنجليزية بالنسبة لمدرسة خديجة الكبرى 17 من 20 ومدرسة 17 فبراير 19 من 20. بالنسبة للرياضيات مدرسة خديجة الكبرى ما شاء الله 20 من 20 ومدرسة 17 فبراير 5 للأسف من 20 في الرياضيات. بالنسبة لمادة الكيمياء مدرسة خديجة الكبرى طبعا عندكم سؤال غلط، عندكم سؤال أخطأتوا فيه وسؤال صححتوا بعد ما أخطأتوا، يعني كان هذا كله كان محسوب 13 ونص من 20. وبالنسبة ل 17 فبراير ما شاء الله 20 من 20. بالنسبة لتقنية المعلومات مدرسة خديجة الكبرى 15 من 20. تقنية المعلومات بالنسبة ل 17 فبراير للأسف يعني ما فيش درجة، صفر. المجموع الكلي طبعا بالنسبة ل 17 فبراير 63 من 100. المجموع الكلي لمدرسة خديجة الكبرى 84.5 من 100. ألف مبروك. وأبدعت يا 17 فبراير ومدرسة خديجة الكبرى. ما تنسوش مدرستكم. لا 17 فبراير كانت البداية طبعا ما شاء الله قوية جدا، ولكن هذه بعدين نشبح من خدام باينة. كلمة خيرة. أكيد الحمد لله إن إحنا يعني فزنا، وأكيد نشكر المديرة هلبة يعني تعبت معانا ويعني تبعتنا في كل مرحلة من إحنا المراحل تجهز للمسابقة، وأكيد نشكر كل المدرسين يعني إحنا ما فزنا إلا إن هم يعني من تدريسهم جيد لنا. بارك الله فيك، نشفي دموع الفرح للمديرة، بارك الله في جهودك. حد أوفريكم مجهوداتكم صراحة مشاركة طيبة كانت ليكم، بذلتوا مجهود ولكن للأسف فوق عليكم بنات اليوم. كلمة أخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك لمدرسة خديجة الكبرى، حظ أوفر لينا. نشكر المفتشين التربويين لأنهم قيمونا تقييم صح، والأسئلة كانت كويسة وفي متناولنا الحمد لله رب العالمين. نشكر مدرستنا مدرسة 17 فبراير والأستاذ معمر بكير العباني مدير مدرستنا. نشكر المدرسين كلهم لأنهم كانوا في كانوا معنا و سند و ساعدونا واهتموا بينا يعني. بارك الله والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم في على المرتب. كلمة أخيرة لجنة التحكيم بإيجاز لو سمحتوا. نحب نشكر مراقبة الدجورة بالكل، لأن طبعا تعتبر السباقة بكل جديد، وبالنسبة للمسابقة هي المنهجية ودفع الطلبة للرقي بمستوياتهم. نكرر شكري لمكتب النشاط اللي كان ليه الدعم الأول والنهائي وتتبعهم لنجاح هذه المسابقة خطوة بخطوة، وهم طبعا مكتب النشاط الجنود المجهولة اللي دائما خلف الكواليس. نحب نشكر مدرسة 17 فبراير
طبعا في تغير في ملحوظ الأحسن طبعا بالنسبة 17 فبراير. مشاركتكم هي طبعا وجودكم هنا هو بروحه هذا حافز ودعم لكم وإثبات وجودكم. نحب نبارك لمدرسة خديجة الكبرى والأستاذة خيرية مديرة مدرسة حتى هي، وإن شاء الله لكم التوفيق في المسابقات والتحديات الجاية مع المدارس الثانية. ونشكر جميع الحضور وأولياء الأمور حتى هم الساند والداعم طبعا المدرسة الأولى لكل الطلبة. شكرا لحضوركم. طبعا نشكر حتى طبعا جميع الأساتذة زي ما قلنا اللي يشتغلوا النشاط، الإخوة المفتشين رغم الصعوبات وبعد المسافة إلا أنهم التزموا بالوقت وأدوا جهد مع بارك الشكر. الله فيكم أكيد لجنة التحكيم، بارك الله في كل المدارس اللي شاركت اليوم. حلقة جاية راح يكون في مدرستين راح يشاركوا بإذن الله تكون في منافسات وأجواء مسابقة جديدة. الحلقة اللي بعدها راح تشتد المنافسة أكثر مع مدرسة خديجة الكبرى ومدرسة الحميدية. أكيد نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله من برنامج المسابقة المدرسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.